كما تحدثنا في التسجيل السابق، لقد تحدثنا عن قانون بينيفورد، وقد تساءلنا ما هو قانون بينيفورد؟ الفكرة هي إذا أخذنا هذه المدن العشوائية وأخذنا عدد سكانها وأخذنا أهم الرسومات البيانية لسكانها ومن ثم نمثل الأرقام، عدد المدن التي من أهم الرسومات البيانية لها التي يكون فيها 1 مع 2 مع 3، إن أكثر رقم تكرارا هو 1 إذا أخذنا أي ثابت من المحيط فإنه غالبا سيكون 1 لأنه الأكثر أهمية. أتمنى أن يكون لدينا رسوم بيانية أكثر لأنها ممتعة. إذا نظرت إلى أي من المعلومات في السوق المالية، جميعها تبدو أنها تابعة لهذا المنحنى. إنها مبهمة للغاية. لقد توقفنا هنا في التسجيل السابق. سوف أتحدث عن ظاهرة التضاعف مثل سلسلة فيبوناتشي أو قوى العدد 2، والتي تناسب تماما توزيع بينيفورد. إنها تناسب هذا تماما. إذا أخذت كل قوى العدد 2، سيكون بالضبط 30% أو ربما أكثر قليلا من هذه القوى لها قيمة 1 كأكثر منزلة تكرارا، وتقريبا 17% من قوى العدد 2 لها الرقم 2 كأكثر منزلة تكرارا. بالرغم من هذه الحالة، إلا أن هناك عدد لا منتهي في كل حالة يتم اختبارها، لذا من الصعب تمثيلها بيانيا. لكن إذا أردنا محاولة ذلك، يمكننا أن نأخذ أول 1,000,000 قوة للعدد 2 ومن ثم إيجاد النسب المئوية، وهذا يعطيك تقريب جيد للأشياء، وهذا يصبح أقل إبهاما عندما تنظر إليه. أنا أعني أن هذا رياضيا بالضبط، ويعطيك تصور جيد. حسنا، لدي هنا شيء يمكننا أن ننظر إليه. يمكنك أن تنظر هنا لتتعمق أكثر في هذا الشيء وتفكر فيه بشكل أعمق، لأننا هنا سنقوم بنفس الشيء. لدينا دليل كبير عندما ننظر إلى التمثيل اللوغاريتمي لنكون واضحين. ماذا يحدث في هذا التمثيل اللوغاريتمي؟ كما ترى هنا مسافات متساوية من قوى العدد 10، إذا في المقياس الخطي هذه ستكون 1 وهذه ربما تكون 2 ومن ثم 3، وإذا أردت أن تقول أن هذه 2 إذا هذه ستكون 1 وهذه 10 وهذه ستكون 20 ومن ثم 30 وهكذا. إذا في التمثيل أو المقياس اللوغاريتمي يكون مسافات متساوية مضروبة ب10، أو في هذه الحالة من قوى العدد 10، إذا هذه 1 إلى 10 ثم 10 إلى 100 ثم 100 إلى 1000، كما ترى كيف تبدو الأرقام بينهما. لذا المسافة بين 1 و2 كبيرة، وبين 2 و3 ما زالت كبيرة أيضا، وبعدها تصبح أقل أكثر وأكثر وأكثر إلى أن تصل إلى 10. هذا دليل واضح وجميل بشأن قانون بينيفورد. إن لدينا ترابط هنا، وهذا دليل واضح جدا. إذا أخذت هذه المساحة هنا، نسبة هذه المساحة الداخلية هي أنها بالضبط هذه النسبة. وإذا أخذت هذه المساحة كنسبة لهذه المساحة الداخلية، إنها بالضبط هذه النسبة، والتي تقريبا تساوي 70%.
هذا واضح جدا لقوى العدد 2. حسنا، منطقيا هذا الدليل الواضح هو فعليا قوى العدد 2 على هذا المقياس. دعونا نحاول إذن. 2 للقوى 0 تساوي 1، 2 للقوى 1 تساوي 2، ثم نحصل على 4 ثم 8 ثم نحصل على 16 التي تكون في مكان ما هنا، ثم 32 التي تكون في مكان ما هنا، ثم نحصل على 64، هذه 40، وهذه 50، وهذه 60. إذن 64 سوف تكون هنا. حسنا، ماذا ترى عندما تمثل قوى العدد 2 من خلال هذا المقياس الكبير الذي يحتوي على مسافات متساوية؟ إذن أنت تحتفظ على طول المقياس بمسافات متساوية طوال الوقت، لكن إذا كان على هذا المقياس هنا إنه متساوي في المسافات، إذن ما الذي يحصل إذا كان لدينا شيء؟ هذه المسافات المتساوية على طول هذا المقياس، يمكنك أن تتخيل أنك تمشي على هذا الشيء، وإذا كان شكل مشيك مثل هذا المقياس اللوغاريتمي، احتمالية أي خطوة أن تقوم بخطوات عديدة جدا. هناك الكثير من الخطوات يمكن أن تتبعها بين 1 و2 أو بين 10 و20. حسنا، إذا أخذت نقاط عشوائية على طول هذا المقياس، صحيح إحدى هذه المسافات تبدأ بواحد أو بين 1 و2 أو 10. إذا أخذت خطوات متساوية، الخطوة الأخيرة تحصل في حالات خاصة. إذا انتقلت من 1 إلى 10، ستكون خطواتك طولها 10. إذا كانت خطواتك طولها 10، هذا قانون بينيفورد للتوزيع. والآن أعتقد الآن أنكم فهمتم. حسنا، بالنسبة لهذه الأرقام هنا، حسنا الآن يجب أن نقوم برسم منحنى يربط هذه المعلومات. ما هو عدد السكان هنا؟ إن قانون بينيفورد يتعامل مع الكثير من الأشياء التي من الممكن أن تتضاعف، مثل قوى العدد 2 وعدد السكان يتضاعف أيضا، وهناك الكثير من الأشياء التي تتضاعف، أجل، ومن الممكن أن تتناقص أيضا، وممكن أن تتضاعف والاستمرار بنسبة 10%. لدينا هنا هذا مضاعفة المنحنى. ما هو الثابت الفيزيائي هنا؟ نحن متأكدين 100%. هنا لدينا فقط نظرية بشكل عام. إن الثابت الفيزيائي يعتمد على أشياء كثيرة. لكن فعليا لدينا القليل من النظريات، لكن يجب أن نفكر أكثر بهذا الشأن. على أي حال، سأراكم في العرض التالي.